يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن في الحرم طلبا لحرمة المكان وكثرة الأجر، أم قراءة القرآن في الفندق تجنبا للرياء؟ اقرأ القرآن في أي مكان، في أي مكان غير أمكنة قضاء الحاجة ودورات المياه. اقرأ القرآن في الفندق، اقرأ القرآن في الطريق، اقرأ القرآن في المسجد الحرام، قراءته في المسجد أفضل. والرياء لا تترك العمل من تخاف من الرياء، هذا من الشيطان، يقول لك لا تصلي خشية من الرياء، لا تتصدق لئلا يقال هذا رياء، لا تعمل أي شيء، هذا من الشيطان. اعمل الطاعات سرا وعلانية وأخلص النية لله، واترك قول الشيطان هذا رياء ولا تعمله في المسجد أو لا تعمله في كذا وكذا خوفا من الرياء، هذا كله من وساوس الشيطان. اعمل الطاعات وأظهر الخير وكن قدوة صالحة للناس، وليس هذا من الرياء. الرياء إنما هو في القلوب،